من يعيد عليه هذا الشرط؟ من يعيد عليه الشرط الستة؟ سبحان الله اخوانا اخاف الجدران. لكم معنى بسم الله أكبر. الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعه والاستيطان والخلو من الحيض والنفاس. الله يفتح عليك. من يعيده؟ الامام بسم الله. بسم الله السلام عليكم. الاسلام الاسلام والعقل والعقل والاستطاعه والبلوغ والاستطاعه والبلوغ والاستيطان والاستيطان والخلو من الحيض والنفاس. الله يفتح عليك. هذه شروط الصيام. طيب ما هي مفسدات الصيام او المفطرات؟ هذا الذي لا يعرف المفطرات الله اعلم قد يكون صيامه باطل. هما يعني اخواننا ما تعرف المفطرات سبحان الله تصوم في هذه البلاد. انا ما عندي علم يا اخوان، انا جبت الذاكره معكم بس اخوان. يفطر يكون الانسان أفسد صومه بما؟ من يعرف؟ هذا الله يعرف. واحد مفسد فقط لو لا أنا معك والله. ماذا يقول الشيخ جزاك الله خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور يعني قول كل محرم، شرك مستمر. لأن بعض الناس في رمضان يقول اسمع أخلاقي هنا لا أحد يكلمني، حتى الزوجة تبتعد والمجتمع من حولي ما أحد يكلمني. قال هنا أخلاق سبحان الله. جاء الصيام لتهذيب الأخلاق أو سبحان الله. من لم يدع قول الزور قول كل محرم والعمل به فعل كل محرم صح؟ مثل كاس العالم. طيب فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. هل هذا من المفطرات؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنها فقال: لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا صيام. صحيح؟ طيب ونميمة الله المستعان. ولذلك قلنا في المسجد أحسن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: طهر للصائم من اللغو والرفث. إذا هذا ليس من الفطر لكن من المحرمات الواجب عليه، من المحرمات على الصائم. يا اخوان مفسدات الصيام الله المستعان انا اسال عن شيء. لا ما نريد الان الاخوان الثانيين ما تعرف اخوان؟ اوقف أوقف. الأكل والشرب عمدا. الله يعني لا أبقى معي. الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان طبعا، في الليل يأكل يشرب ما شاء الله ما أنزل الله، حتى لا يصلي التراويح من شدة ما يأكل. الله الأكل والشرب عمدا. لو أكل أو شرب ناس فصيامه صحيح، لكن إن متى تذكر يوقف الطعام والشرب. طيب الأكل والشرب عمدا، وما جرى مجرى الأكل والشرب؟ أخذ هذه البضعة هذه البلاستيك أكل أو شرب؟ لا أكل أو أكل. أفضل أفضل أنه جرى مجرى الطعام والشرب. مفهوم؟ طيب اصبر يا رجل. اذا الاكل والشرب عمدا وما جرى مجرى الطعام والشراب. طيب او كان يقوم مقام الطعام والشراب مثل الالوى هذه السيروم مغذي يفضل؟ نعم يفضل، لان هذا يقوم مقام الطعام والشراب. لكن ذهب الى المستشفى واعطوهم ابره مسكن للالم كل دليل مثلا اخطر؟ لا. ابره للضرس
من أجل التخدير أفضل؟ لا مفهوم؟ مفهوم؟ طيب سؤال وثاني أعطيني اسم الأسرع تأخذ سؤال؟ واحد قطرة العين من المفضلات عمل لأنه عندما وضع القطرة في العين وجد المرارة في حد أفضل أمر ما أحد يتكلم أفضل أفضل هل رأيت يوم من الأيام أحد يشرب من عيني؟ رأيت بالله أحد؟ ها يا أنا رأيت أحد؟ إذا خطر في العين لا تفضل لأنه ما نرى يوم من الأيام إنسان عاقل يشرب من عيني ترى لا إذا خطر في العين لا تفضل مفهوم؟ الاكتحال المرأة تابع الكحل السواك لا فضل بالليل وفي النهار وبعد الغروب وقبل الغروب وفي كل وقت إشكال ما في إشكال التبرد ما في إشكال الاغتسال لا إشكال فيه قطرة العين لا إشكال فيها مفهوم؟ طيب إلى هذا المفسد الأول الأكل والشرب عمدا وما جرى بينهم الطعام والشراب أو قام مقام الطعام والشراب أما قطرة العين لا إشكال فيها واحدة نعم بعد هذا نعم فتح الله عليك يقول الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام إذا جامع في الليل أشكر إذا كان لا يجب عليه الصيام لأنه مسافر وجامع في نهار رمضان لا شيء عليه إلا قضاء هذا اليوم فقط فمن جامع في نهار رمضان وكان يجب عليه الصيام فعليه كفارة مغلظة وهي يريد استمر نعم سياق شهرين متتابعين فقط النهار النهار الذي يتلف خلص النهار يطلي 60 يوم فقط أيضا من يعلم؟ لا يعلم لا يعلم عتق رقبة مسلم فإن لم يجد فصيام كامل متتابع فإن لم يجد فطعام 60 مسكين مفهوم يا أخي؟ الله تعالى إذا من المفسدات بل كفارة مغلظة الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام بعد هذا فالضراب نعم تعمد إخراج الخير في نهار رمضان الاستمناء خرج بهذا ما لو احتلم ونام بعد الفجر ثم استيقظ وجد أثر مني فصيامه صحيح لأنه ما تعمد جيد طيب البدة لتمام الإسلام لأنه لو سبب ربه كذا سيئة مطابقة الخي عمد آدم أسبع بذين وأخرج ما في بطن أخطأ آدم نعم لكن لا أشتغى من دون أتعمى في أرض أخويا صلى الله عليه وسلم سافر ما في إشكال صائم ما يفضل لما يسافر هو إن شاء أفضل وإن شاء صائم طيب نعم لا هذا من السؤال الحجامة ومثل الحجامة التبرع بالدم احتجم وصائم أو تبرع بالدم لكن أخذ عينة من الدم يقول الشيخ العلماء رحمه الله هذا لا يفضل ما في إشكال أخذ عينة من الدم تحليل دم ما في إشكال لكن تبرع بالدم لأنه يحصل في الجسم تعب والحجامة كذا خروج دم الحيض والنفاس لا دم عليها دم الحيض والنفاس أفضل الأكل والشرب عمدا
وما جرى بينهم طعام الشراب أو قام الطعام الشراب والجماع والقي عمدا وخروج دم الحيوان والنفاس والحجة والحمد لله رب العالمين. طيب مستحبات الصيام، يستحب للصائم ان يفعل اشياء. من يعرف اخواننا ايش نسمع في رمضان؟ من يعرف؟ يقول اطعام الطعام افطار صائم حتى يكون له اجر. طيب على واحد اللي يعرف اربع اسبوع اخواننا. نعم اوقف قراءة القرآن الكتاب من قراءة القرآن. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القرآن في رمضان وفي السنة التي مات فيها على القرآن مرتين. الكتاب من قراءة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله يستر عليك. أجل غير هذا. نعم تأخير السحور، تعجيل الفطر وتأخير السحور، يعني مجرد ما هذا يأكل مباشرة وآخر السحور ما ندخل وقت الفجر، لأن بعض الشباب أذان الله إياه ما يضع السفرة إلا قبل الأذان بثلاث دقائق خمس دقائق. تعجيل الفطر وتأخير السحور، والفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى ما وجد، برتقال، تفاح، لحم، طعام، فإن لم يجد نوى، وإذا ما أفطر وإن لم يأكل النشر، مرة أخرى، يفطر على رطب، ما هو الرطب؟ الآن الذي يخرج من النخلة قبل أن يطيب ويصبح للأكل يكون أخضر مر، فعندما يبدأ يتغير ويطيب للأكل ولا يصلح للتخزين فهو رطب، وعندما يصلح للتخزين فهو تمر. إذا الرطب مرحلة بين عدم صلاحية الأكل ومرحلة بين التخزين، مفهوم؟ يحصل على رطب، فإن لم يدفع على تمر، فإن لم يدفع على ماء، فإن لم يدفع على مي، فإن لم يجد نوى أخر، مفهوم يا أخي؟ طيب، ويتسحر على تمر، تعجيل الفطر وتعجيل الشهر، أكلت آخر الليل التسحر. لأن قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. بركة في ماذا؟ بركة الطعام، نعم. وبركة أنك تتقوى في نار رمضان. الله سبحانه وتعالى غني عن جانب العباد، صح؟ أي نعم. الإكثار من الصدقة في رمضان، لأن أجود ما كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وحين قال جبريل عليه السلام صلاة التراويح المحافظة على صلاة التراويح في المساجد جماعة وتقوم مع إمامك حتى يصلي تكتب لك قيام ليلة. وين؟ سلمي النواف الدعاء لأن دعوة عند فطر دعوة الصائم استجابة. قلنا الله تعالى الاعتمار صلى الله بلغنا وياه العمر في رمضان يا رب الاعتمار في رمضان تعدل تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السواك قلنا هذا مجال السواك في كل وقت ما مشكلة. نعم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، تحري ليلة القدر، الدعاء بما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب مستحبات الصيام يكره للصائم أمور
المبالغه في الاستنشاق وذوق الطعام لغير حال، ذوق الطعام لغير حال. اذا يباح ذوق الطعام للحال، خاصه المراه لانها ممكن تطلق عند المراه اذا استعلام، تذوق الطعام للحاجه للاسخاف، فتذوق الطعام للحاجه لا اشكال، لكن غير الحاجه لا، هنا حاجه وزياده في الضروره. نعم، ما تفصل ذوق الطعام مفهوم. القبلة للصاح تقبل الزوج فقط، فالقبلة للصائم إذا كان يخاف على نفسه فهذا لا يقبل، مفهوم؟ طيب، يحرم عليه الغيبة والنميمة، فعل كل محرم وقول كل محرم، والقبلة إذا كان لا يملك نفسه. طيب، ننتقل إلى صيام النافلة. من يعرف النافلة في الصيام؟ ما هي النافلة في الصيام؟ يا أخوان شاركونا، الله المستعان. نافلة صيام النافلة، ما هي صيام النافلة؟ ما في صيام رمضان فقط عندكم ولا ما؟ نعم الشيخ، صيام الاثنين والخميس والاثنين آخر، صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع والاثنين آخر في الصيام. نعم نعم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى أن تكون في الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الميلادي. لا اعتبار للشهور الميلادية في الشريعة أبدا، لا تعتبرها ولا تلقى إلى قلبك. عشرة هجرية أبدا. نعم. صيام ستة أيام من شوال بشرط أن يكون أتم صيام شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. فإذا كان على أيام رمضان يقضي أولا ثم بعد هذا. الأولى كذلك في صيام الست من شوال أن يبدأ بها في اليوم الثاني ويجعلها في التابع، فالرقم أو اليوم العاشر أو الحادي عشر أو العشرين لا إشكال، لكن الأولى يبادر بها من ثاني يوم من شوال. جيد. صيام يوم عرفة لغير الحاج. صيام عاشوراء مع التاسع او الحادي عشر، الله يفتح. صيام شهر شعبان ومحرم، لكن لازم شهر شعبان للصيام. صيام داود عليه الصلاة والسلام، صيام يوم وفطر يوم، صيام داود قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم وفطر يوم، صيام الأيام العشر للحج لدخولها تحت الأيام الصالحة، طبعا دون يوم معروفة ويوم العيد، لدخولها تحت الاعمال الصالحه، ان صح فيها حديث الصيام الحمد لله، وان لم يصح تدخل ضمن الاعمال الصالحه. هذا جيد. طيب، عندنا صيام محرم، من يعرف؟ يعني؟ الصيام المحرم. صيام الدهر يصوم ولا يفطر. صيام يوم العيد، عيد الفطر وعيد الاضحى. صيام أيام التشريق محرم إلا لمن لم يجد الهدي. صيام يوم الشك الآن الثلاثين من شهر شعبان محرم إلا إذا كان من عادة يصوم موافق لما هذا جاء يوم الاثنين والخميس، وكان من عادة يصوم فصام من أجل الاثنين والخميس لا من أجل الاحتياط والشك يصح. طيب،
صيام إفراد الجمعة والسبت والأحد بالصيام مكروه، لكن إن صام لا من أجل الجمعة لكن من أجل أن هذا اليوم يوم عرفة وكان يوم جمعة يصح إفراد بالصيام والإفطار، وإذا أراد أن يصوم الجمعة يصوم معه الخميس أو السبت. مفهوم؟ طيب يبقى معنا صلاة العيد. العيد عند أهل الإسلام ليس كالعيد عند المسلمين. نستقبل العيد بالطاعة، نستقبل العيد بالصلاة، نستقبل العيد بالصدقة زكاة فطر أو أضاحي، نستقبل العيد بأول النهار، والذي يبكر دائما هذا دليل على النجاح. يستقبل العيد بالسهر والضياع، والذي يسهر إنسان فاشل. نعم، نستقبل العيد بالإحسان إلى الخلق، زكاة الفطر وتتصدق من الأضاحي. يستقبل العيد بضياع الأموال وكذا، صح؟ نستقبل العيد بإتباع الحسنة الحسنة، ويستقبل العيد بإتباع السيئة السيئة. نعم، وعيد أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الحب، عيد الأم، عيد الجليس. ما عندنا هذه الأعياد، الأم في كل يوم عندنا عيد. فكيف مسلم يشارك هؤلاء في أعياد المحكمة؟ كيف؟ وبعضهم قال أنا والله ما أشارك، أنا أحتفل أنا وأولادي، آتي التورتة والشموع وأحتفل ليلة باس السنة في العيد. سبحان الله، هل هم يحتفلوا معنا؟ لا. كيف تحتفل معنا؟ أو يهنئ الكافر بالعيد؟ تهنئ الكافر بالعيد تقرأ له على ما تهنئ بالعيد؟ فهم؟ أمرنا إذا مرضنا بقبور أركب، إيش نقول؟ أبشر بنا، خذ تهنى، خذ تهنى في العيد، قل السلام بارك ولا كذا، عذب. طيب، العيد يخرج الناس إلى خارج البنيان لأداء صلاة العيد. وقت صليت الآن في المساجد لا إشكال، يجوز أن تقام صلاة العيد في المساجد، لكن السنة والأولى أن تكون في خارج البنيان. أمكن لكم أن تصلوا في خارج البنيان، إن لم يمكن يجوز أن تصلوا في المساجد ولا إشكال. السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات بعد صلاة العيد بعد صلاة الفجر في يوم العيد. لماذا؟ لأن الصيام هذا اليوم محرم، وحتى يفرق بين الفريضة والنافلة. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل تمرات وترا، يخرج من طريق ويرجع من آخر. لماذا يتفقد الناس من يأخذ زكاة الفطر؟ يهنئ الناس لا بأس بالدهن، تقبل منا ومنكم. يخرج يرفع التكبير ويصلي بهم الإمام ركعتين، وبعدها تكون بعدها يخرج في هذا اليوم. يعني نستقبل قلنا العيد بالطاعات لا بالمعاصي. مفهوم؟ نعم. الله أعلم، يعني هذا ما يتعلق بأغلب المسائل التي تكون في شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني إياكم ويعنى على صيامه وقيامه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.